مشاهدينا مكافئين ببقية فقرات صباحنا لليوم. وصلنا لمحطتنا الأخيرة لليوم، يعني ساري رح تكون مع سحر اللون والشكل ومع اليد الحرفية السورية المبدعة، حيث يعد الكروشيه أحد أرقى أشكال الفنون اليدوية يلي كانت ولا تزال تتمتع بأهمية كبيرة. وبيدخل الكروشيه بصناعة الملابس والمفارش والمكملات المنزلية والأغطية. ولحتى نحكي أكثر عن هالفن معنا رندا عبد الغني القلفي وهي حرفية كروشيه. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك سيدة رندا. صباحك يا رب وشكرا كثير على المقدمة الحلوة. شكرا كثير لهالشغلات الحلوة اللي شايفتنا اليوم. أهلا وسهلا فيكي. عم نشوف ألوان حلوة كتير، عم نشوف شغل. دائما الشغل اليدوي هو الشغل الراقي فينا نسميه، المميز. بس نلبس أي قطعة هي مشغولة بإيد، مو بس إيد عادية، إيد هيك خلينا نقول في لمسة فن وذوق بيكون مميزة جدا. بداية خلينا نحكي عن الكروشيه، عن شغل الكروشيه. هلا الكروشيه هو حرفة كتير قديمة بترجع ل 1500 قبل الميلاد. اشتغلوا فيه السيدات السوريات وحتى انتقل لأوروبا، واشتغلوا فيه الراهبات، كانوا يحيكوا للقديسين يحيكوا منه، وبعد منه صاروا يعلموا البنات للطبقة الراقية، يعني مو الطبقة الراقية، نعم يعني يشتغلوا بهاي الحرفة. وبعد المنور وصلت لعامة الشعب، صارت هي حرفة لكسب العيش. سيدة رندا، يعني حضرتك من عمر صغير بلشتي تشتغلي بالكروشيه، ويمكن هو فعلا بده يتعلمه الواحد على صغر لحتى يحبه ويعشقه ويمشي معه. كيف كانت بدايات تعلمك له؟ كيف انت قدرتي انك تطوري عليه؟ هلا هو كنت من الابتدائي تعلمت هذا الشيء من ماما وتيتا وحبيته كثير، وضليت يعني انه انا حتى بالمدرسه بحصه الفنون اشتغل بهدول القصص وهيك فحبيته وطلع كبير. يعني دائما الموهبه وحب الشيء هو اللي بيعطي ابداع. تمام. الشيء عم نشوف عده شغلات شاغلتيها اكيد، يعني مثل ما سكتك ميسان قطعه مميزه وجميله جدا. خلينا يعني ميسان كثير حلوه هيك صيفيه الوانها. اي طبعا صوتي هدول هلا كثير موضه. هلا الكروشيه بينلبس بالصيف؟ اي طبعا تمام. طبعا بالصيف بالسهرة. وحتى بالسهره، وحتى نشتغل قطع للبحر للمايوهات كاش مايو. معنا كتير شغلات مثل هاي. شو هاي؟ هاي كاش مايو. اها للبحر. و استخدامات الالوان على اي اساس بتختاريها؟ هلا على حسب الموضه، يعني نحن بنتابع على طول الموضه، شو الالوان، شو الشيء ايضا للاطفال حصه. ايه حتى كمان للاطفال. ميسان هذا يمكن استحليتيه لابنك. ايه كثير حلو. كثير حلو عن جد، ومهضوم لكل حدا هيك حابب يلبس ابنه كمان شيء مميز. يعني طبعاً. المميز مو بس نحن لنا وللكبار، ايضا للاطفال. اكيد للاطفال يمكن اخترتي الاشكال الجميله اللي دائما بتجذب الاطفال. ايضا في شغلات يمكن للمنزل، كنا عم نقول انه في له استخدامات صمديات. مثلا شو هي؟ هلا هي سله من خيط الكليم، ممكن نستخدمها للحمام، نحط فيها الصابون او الشغلات الخاصه فينا. ايه هيك يعني. هاي كمان كاش لفه. هاي السكارف. هاي سكارف يعني الخريف ممكن تلبس. حتى لونها مميز، يعني كمان الخيطان اللي بنستخدمها للكروشيه يعني متنوعه. يعني ما في خيطان معين، يعني هون شفنا خيط فيه حرير. هذا خيط الحرير. هون شفنا خيط عادي يعني. تمام. خيط القطن وفي خيط الحرير وفي الصوف حتى. هذا الصوف هذا للبيبي. ايوه تمام. تمام. معه الطاقية والشوز تبعه. الشوز تبعه شيء كثير مميز. عم نشوف تمام، يعني في كثير قطع كمان. هي حابة انه انا اعرضها. هي سلة كمان. علبة. علبة عفوا. هي شو استخداماتها؟ في شيء بقلبها كأنه. هي تعليقة صابون. هي التعليقة لشو؟ هي ممكن نستخدمها بالسيارة وفيها صابون وريحته حلوة. كمان صابون يدوي. طبعا يدوي الصنع. الصابون
كمان كتير مميزة، يعني عم شوف كتير قطع. كمان هاي الشيء للمنزل، شو هاي؟ آه هاي كمان ديكور المنزل، هي بالمكرمية. آه يعني أنا بحب إذا زلقت خيط مثلا إنه دور على شيء يناسبه، فهذا الخيط ممكن يشغل فيه مكرمية، ديكور للبيت مثلا. في حتى هون جزدان كمان من المكرمية، كمان من المكرمية هو خيط الخيط. خلينا نعرضه أيضا اللي بيحبوه، لا هدول موضة كتير. تمام، في هذا كمان الحزام. تمام، سنتور. ايه سنتور طقم معه. ايه طيب اكيد، تفضلي. كمان خلينا نشوفه الشغل، الفرق بين الشغل المكرمية والكروشيه، ما في فرق بيناتهم؟ هلا هو ما هو هذا يعني شغل بالايد، يعني ما بستخدم فيه انا السنارة او اي شيء، انه هو شغل بالايد، تربيط خيطان. يعني هو قديش بياخذ تقريبا وقت؟ بياخذ وقت منيح، يعني انه هي وفي هيك هيك كمان هيك تعليقه من مع كاسه، مع كاسه ممكن نحط فيها شمعه او هيك شيء، او حتى ورد او ورد. اي شيء كثير حلوين، يعني يعطيكي العافيه على الله هذا يعافيك الشغل. يا رب. عم يتم عرض شغلك ببازارات بشيء عم يتم بيعه؟ هلا احيانا بنشترك ببازارات، بس نحن هون عندنا بالشركه السوريه للحرف بالتكيه السليمانيه المحلات هناك عنا بنعرض هدول الشوي. نعم. يعني حتى هذا الشال ميسان، حتى هذا الشال خلينا نحكي عنه شوي، هذا الشال خلينا نقول شوي كمان ممكن يكون لكبار بالعمر وايضا للصبايا. طمع. الاسود هو ملك الالوان. تمام. هذا شال؟ شال هذا ممكن شال اي شال شتوي هذا؟ فينا نعتبره؟ لا لا مو شتوي، هلا هو هذا خيط بالخيط الحرير. ممكن بالخريف ينبت. هي الناس يمكن كثير ما بتميز بين شغل الكروشيه الصيفي. سالي انه الكل عم يقولوا حطيت عينك عليه. حلو كثير على فكره، وخاصه لفستان سهره. بالضبط. العالم ما بيميز وقت بيشوفوا هي القطعه، قطعه الكروشيه او هذا الخيط، بيقولوا عنه صوف. يعني هي الشغله العالم ما بيميزوا بيناتهم. لا لا، في الصوف ممكن للشتاء، الطاقيه لفحه كنزات. الصوف ما يعني اللي بيكون شتوي ما بيكون في بينه فراغات ولا مو بالضروره؟ لا مو بالضروره، لا ممكن اذا شتوي يكون في شويه فراغات في بيناته، ما في كمان معنا شيء شتوي ثاني. بس ما رح افرده انا كثير. هو حرام بيبي. هو شو هذا شال؟ حرام بيبي. حرام بيبي. حرام بيبي كمان. هذا حلو. ما بيأثر يعني؟ لا لا. بشكل عام لا ما بي. هو في خيط قطن ممكن يستعمله الواحد بالصيف. انا بما انه هلا فتحت المدارس شفت شغله لها علاقه بهالموضوع، كانه لي هي مقلمه كثير مهضومه. اي تمام. كان هو نحن شو المناسبه اللي بتكون موجوده ممكن، بس هي ما لازم نخلي نبعتها مع الاولاد على المدرسه، نخليها بالبيت هي والله. عشان ما تتوسع بينتفوها. لا حتى هي تنظيف، حتى لو تنظفت او هيك يعني ما بدي. تنظيفها سهل؟ تنظيفها سهل، ما فيها شيء. ممكن تنحط بالغساله يعني. اي ممكن، ما هو من خيط القطن. حضرتك حاليا عم تدربي 14 صبيه على هذا الموضوع، التدريب احكي لنا عن هي الموضوع، يعني تدريب بعيدا عن الشغل انت اليدوي. هلا انه نحن عنا بالشركه في ممكن يجوا لعنا سيدات او انسات باعمار مختلفه، يعني حتى انه مو ضروري انه بس البنت اللي قاعده بالبيت ممكن تشتغل، ممكن تكون موظفه، ممكن تكون دكتوره، محاميه، يعني عنا تدربوا هيك فئات كثير وحبوا هذا الشيء، يعني كثير يعني مو بالضروره انه تكون بس انه الحرفيه تشتغل بهذا الشيء. يعني في صبايا بيحبوا يشتغلوا. ايه حتى نحن عندنا هيك فئات مختلفه، يعني في اكبر مني اصغر مني، يعني بتلاقيني حتى لو كبيره حابه تتعلم وصغيره حابه تتعلم بهذا الشيء. دائما الفن هو خلينا نقول بيبدا بموهبه. طبعا. وحب الشيء مثل ما حكيتي ما بيقتصر يعني على اي حدا معين، اي حدا. يمكن احنا عبر لقاءاتنا التلفزيونيه ميسان بالاتحاد الحرفيين ايضا شفنا كثير صبايا هن بالجامعات، هن طبيبات، وهن صيادله وعم يشتغلوا بالحرف ولا هيك اشياء. مثل ما بنعرف شغل الايد هو شغل متعب جميل، ولكن بياخذ جهد، بياخذ وقت وبياخذ مواد. الاسعار تبعه كيف عم بتكون؟ عم يكون هو دائما شغل البيت اغلى من الماكينات مثل ما بنعرف. نحن دائما وكيف عم يتم بيعه والترويج له؟ هلا دائما نحن يعني شغلنا بنحاول انه يعني الشغله ما تكون مكلفه كثير حتى يقدر كل الناس تحصل عليها. تماما. ايوه
يعني في سوق باع، في ناس حابين ايه طبعا دائما الشغلات اليدويه الى هيك سحرها الخاص يعني. في منه هو وصل للآلي الدانتيل وهيك، بس أكيد. ما بيغني هذا الشيء عن الشغل الايد. يعني يا ميسان مع هالاشياء الجميله هيك والمقتنيات، واليوم حلقتنا كانت متنوعه، فيها شيء بخص الطاقه وفيها شيء بخص البشره وهلا الكروشيه، فكانت حلقتنا اليوم غنيه بهيدا الاشياء اكيد. يعني نحن بدنا نشكر وجودك معنا لليوم، نتمنى لك كل التوفيق، وكثير حلو انه نحن عم نشوف انه هي الحرف يلي هي قديمه عم يتم التجديد عليها، ودائما عم يتم ادخال افكار جديده لها لحتى تناسب حياتنا وعصرنا الحالي. أكيد. شكرا كثير لك سيده رندا ولوجودك معنا.